للانتخابات تعلن اليوم آخر الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمقررة في 26 و27 من مايو المقبل. مؤتمر صحفي لوزير الصحة والسكان اليوم حول سبل مواجهة فيروس كورونا. واليوم انتهاء المهلة المحددة لسوريا لتسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية. العاشرة بتوقيت القاهرة، موعد نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل، مرحبا بكم. يعقد المستشار عبد العزيز سلمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انتهاء لجنة الانتخابات الرئاسية من فحص شروط الترشح الخاصة بالمرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وينتظر أن تقوم اللجنة تسميتهم كمرشحين رسميين يوم الثاني من مايو المقبل، حيث سيتم إعلان القائمة النهائية للترشح، ويتزامن معها انطلاق الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين. وصل إلى القاهرة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعد جولة إفريقية استغرقت 3 أيام شملت تنزانيا وتشاد. وشارك محلب في احتفالات تنزانيا بيوم الوحدة نيابة عن الرئيس عدلي منصور، وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين هناك في مقدمتهم الرئيس جاكا كيكويت. كما التقى محلب رئيس الوزراء الكونغوي أو رئيس وزراء الكونغو، وبحث معه التعاون المشترك والقضايا الثنائية. أكد السفير التشادي لدى القاهرة محمد حبيب عمق العلاقات بين مصر وبلاده في المجالات كافة، وثمن زيارة المهندس إبراهيم محلب الأخيرة إلى نجامينا. وخلال تصريحات للتلفزيون المصري شدد السفير التشادي على أن بلاده تدعم خارطة المستقبل في مصر وتسعى إلى ذلك، لأنه أمس الرئيس إدريس ديبي صرح على أنه يدعم مصر في أنه ترجع إلى مكانتها المرموقة في وسط الإفريقي، لأنه مصر يعني قال بكل صراحة أنه إفريقيا خسرانة من عدم وجود مصر اليوم في على مستوى الاتحاد الإفريقي، فإن شاء الله في الأشهر القادمة. يواصل وزير الخارجية السيد نبيل فهمي زيارته للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجري غدا سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيجل في واشنطن، كما سيلتقي بعدد من قيادات الكونغرس قبل توجهه إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد غد الثلاثاء. في حوار مع قناة الحرة الأمريكية أكد فهمي أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة اضطراب لكن لا يمكن وصفها بالمتوتر، مشددا على حرص البلدين على الحفاظ على العلاقات بينهما. هناك مصلحة لدولتين في الحفاظ على العلاقة. الجانب المصري مهتم بالعلاقة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة دولة كبرى لها مصالح ونفوذ وتأثير في الساحة الدولية بشكل قوي، أقوى من أي دولة أخرى. ومصر فيما يتعلق بالمنطقة الشرق الأوسط أكبر دولة، أكثر دول نفوذا، ربع العالم العربي يعيش في مصر تحديدا. إذن هناك مصلحة لتواصل العلاقة، مصلحة لحسن إدارة العلاقة، وأثق تماما أن العلاقة ستعود مرة أخرى، ليس لما كانت عليه، لما ستعود لمرحلة استقرار في رأيي ستكون أفضل مستقبلا، إنما ستكون لها طبيعة مختلفة. فهمي أكد أيضا أن توجه السياسة الخارجية المصرية حاليا نحو خلق شراكة قوية مع عدة دول في العالم لا يعني اتباع نهج معاد لأي دولة دون أخرى. أشار وزير الخارجية إلى أن هذا التوجه يتفق مع أهداف الثورة المصرية لضمان استقلالية القرار المصري. ضمن أهداف الثورة المصرية أو السياسة الخارجية المصرية ما بعد الثورة المصرية هي ضمان
استقلالية أكثر في القرار المصري، والاستقلالية تكون ليس بالانعزال عن العالم وإنما بتعدد الخيارات. إذن هذا التحرك الذي تم وسيستمر، وكان مرة أخرى سيستمر، ليس موجها ضد أحد، ليس لمغازلة الطرف أو محاولة الضغط طرف آخر، إنما هو عن قناعة أن يجب يكون لمصر خيارات متعددة، وهذا سيجعلنا شريك أفضل مع. تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق هائل نشب ب19 منزلا وحوش بنجع الحمدية دائرة مركز المنشأة، نتج عنه إصابة عامل أثناء مشاركته في إخماد النيران وإحراق شقتين بمحتوياتهما ونفوق 7 رؤوس غنم. جاء الحريق من تطاير شرر ناتج عن قيام أحد المزارعين بإشعال النيران ببعض المخلفات الزراعية بالأرض المجاورة للمنزل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سوهاج مراسلنا طه كامل. طه، بعد التحية، هل هي الحصيلة النهائية لهذه الحرائق أم أنه استجد جديد؟ أحييكم من محافظة سوهاج. الحمد لله الأمور الآن مستقرة بنجع الحمدية التابع لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج. معروف أن النجع يقع في منطقة زراعية، في هذا التوقيت يتم حصاد محصول القمح هنا بكل أنحاء الجمهورية. هناك يعني عادات سيئة للتخلص من بقايا محصول القمح بإشعال النيران في هذه البقايا للتخلص منها. ما حدث أن أحد المواطنين بقرية نجع الحمدية قام بإشعال النار في أعواد القمح أو مخلفات الزراعة، وبسبب الرياح الشديدة طبعا امتدت النيران بسرعة إلى أحد المنازل المجاورة. 19 منزلا طه، يعني يبدو أنه زي ما ذكرت كانت مخلفات القمح موجودة في هذه المنازل أيضا. نعم، بجوار المنازل. سرعة الرياح الشديدة أدت إلى يعني احتراق هذا العدد الكبير من المنازل، 19 منزلا بينهم 8 أحواش، يعني أتت النيران عليهم بالكامل. معروف أن في مثل هذه الحالات أهل القرى يعني يتسابقون لإخماد هذا الحريق. أحد المواطنين الذي شارك في إخماد الحريق لما أصيب بإصابات طفيفة الآن يتلقى من أهل المنطقة. من أهل المنطقة، نعم، الآن يتلقى العلاج. طبعا قوات الحماية المدنية بشرف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تحركت بسرعة إلى الموقع، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية منازل القرية ويحدث ما لا يحمد عقباه. الآن النيابة تقوم بمعاينة مكان الحريق بالتوصل حول هل هناك يعني عامل جنائي أم لا، لكن هذه المنطقة نفوا تماما الشبهة الجنائية وقالوا أن سبب الحريق قيام أحد يعني المواطنين بإشعال النيران في مخلفات الزراعة مما أدى إلى هذا الحريق الهائل. لكن أتمنى أن يعني يستفيد المواطنين من هذا الموضوع بالتأكيد، وأن يعني يتم التخلص من المخلفات بنفس الطريقة. وصلت الصورة، شكرا جزيلا مراسلنا من سوهاج طه كامل. يلتقي اليوم أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، يلتقي نخبة من المصريين خارجي جامعة لندن بمقر رئاسة الجمهورية. يأتي لقاء المسلماني في إطار مبادرة تجديد النخبة المصرية ولأجل دعم المشروع الحضاري والوطني بأفضل العناصر المصرية على مستوى العالم. ومن المقرر أن يلتقي المسلماني نخبة من خريج مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومدرسة لندن لإدارة الأعمال لمناقشة الفرص والمخاطر التي تواجه بناء الجمهورية الثالثة في مصر. يعقد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا. كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر لشاب من محافظة الشرقية كان قادما من السعودية. ونفى عدوي وجود علاقة بين وفاة الأطفال 4 في قنا وبين ظهور حالة الإصابة بفيروس كورونا في القاهرة. تستكمل
تستكمل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تستكمل جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وآخرين، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 من يناير من عام 2011. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. نظم أمس المئات من النشطاء وشباب القوى السياسية مسيرة إلى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب أيضا بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بسبب القانون. تأتي المسيرة تلبية للدعوات التي أطلقتها بعض الأحزاب والقوى الشبابية، وكانت القوات الأمنية قد شددت من تواجدها بمحيط الاتحادية تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إنه على من يرغب في أداء الخطبة بمساجد الأوقاف ألا يكون أحد الرموز السياسية أو من ممارسي العمل السياسي، وأن يكون أزهريا ويكتب إقرارا أمام هيئة كبار العلماء بعدم ممارسة السياسة وترك أي حزب سياسي يعمل به. وأضاف الوزير على هامش مؤتمر بهيئة الأوقاف لاستعراض نتائج رحلته إلى فرنسا أن الوزارة تلقت بعض الطلبات لأداء الخطبة سيتم البت فيها من قبل هيئة كبار العلماء. بعد حالة من الجدل انتابت الأوساط الدينية بسبب انتشار العديد من الفتاوى لأشخاص غير مختصين، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الوزارة لن تسمح لهؤلاء بالخطابة على المنابر، مؤكدا أن مساجد الأوقاف مفتوحة للمختصين فقط والملتزمين بالمنهج الدعوي من خريج كليات جامعة الأزهر الشريف. نحن لن نسمح ولن تكون هناك سلطات دينية موازية داخل جمهورية مصر العربية لسلطة الأزهر الشريف وبالجهات التي يظلها ووزارة الأوقاف وضاء الإفتاء في مجال الإفتاء، ولا توجد دولة في العالم تسمح بتعدد السلطات. وأكد جمعة خلال كلمته بمؤتمر عقد بمقر هيئة الأوقاف أن الدولة تعمل على تكفيف